صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بتأويل الصفات؟ وهل الأشعرية هم الذين أولوا الصفات؟ تأويل الصفات المراد به تفسيرها بغير تفسير الصحيح، هذا التأويل، تفسير غير الصحيح، هذا تأويل للصفات وصرف لها عن مدلولها. والأشاعرة من الفرق التي أولت الصفات، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم أولوا الصفات. نعم.